بعد يوم ساخن عاد الهدوء إلى المجلس التأسيسي في تونس. عضو المجلس عن حركة النهضة لحبيب اللوز اتهم زميله عن الكتلة الديمقراطية المعارضة المنجي الرحوي بمعاداة الإسلام، ما أدى إلى تعليق الجلسة. اشترطت المعارضة تعديل الفصل السادس من مسودة الدستور بإضافة جملة تقر صراحة بمنع التكفير والتحريض على العنف، وكان لها ذلك. حركة النهضة حاولت التقليل من الحادثة من خلال التأكيد على أهمية التوافق على ما تبقى من فصول في الدستور. التصريح اللي صار حوله مشكل هو تصريح مرفوض بطبيعة الحال. نحن أصدرنا بيان في هذا الموضوع، قلنا تصريح مش مقبول. صحيح هو جاء في جو من التشنج وجو من تبادل الاتهامات، وهذا ربما يخفف شوية، يعني مش تصريح أصلي. أما المنجي الرحوي فقد عاد للمجلس وسط إجراءات أمنية مشددة. يقول الرجل إنه تعرض لتهديدات بالقتل، لكن ذلك لن يمنعه من مواصلة المشاركة في التصويت على الدستور. عندما الأحزاب السياسية تخرج من كونها أحزاب مدنية وتصبح أحزاب مدنية، فإنها تسعى إلى توظيف الدين لصالح السياسة، وبهذا تقوم بعملية اللي مفادها تهلك الدين وتهلك السياسة. إلا أن الجدل حول منع التكفير لا يزال قائما، إذ دخلت الهيئات الحقوقية على الخط لتقول إن الدستور لا يمكن أن يجيب على كل مشاغل الشارع، فهناك نصوص قانونية أخرى قد تشكل الإطار الأمثل لتحديد حقوق كل مواطن وواجباته. نحن يعني ورغم أننا يعني نندد بهذا التكفير راع تونس ومصر وكل بلدان الربيع العربي، ولكن تجريم التكفير هو انتهاك لحرية التعبير أولا. فكيف يمكن أن نكتب فصلا على حرية التعبير وأن نطالب بعدم تقييد حرية التعبير وفي نفس الوقت نطلب بتجريم التكفير؟ ويتطلع الشارع التونسي لدستور يضمن الحريات الفردية والعامة ويشكل قطيعة مع ماض قريب لم يكن متسامحة. جدل الدين والسياسة يعود من بوابة منع التكفير في مشروع الدستور التونسي، وبين رافض ومؤيد تبقى المدونة القانونية برمتها محل نقاش. بسام بونني، سكاي نيوز عربية، تونس.